اهلا بكم من جديد. في صنعاء شنت ميليشيات الحوثي عمليات اختطافات واسعه بحق نشطاء وطلاب وطالبات جامعه صنعاء. قالت مصادر في صنعاء ان الميليشيات الحوثي اختطفت العشرات من الطلاب الجامعيين بالتزامن مع اختطافات بالجمله طالت ناشطات نساء. وأكدت المصادر أن المختطفين في صفوف الطلاب وصل إلى 37 طالباً، فيما تم اختطاف نحو 18 من الطالبات.